بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السورياني. بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة العذراء بشبرا ويحتفل بعيد القديس يوسف البتول. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء بنشرة مصر في أسبوع على شاشة نورسات المقدمة من المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر اليوم الجمعة 31 من مارس الجاري، وإليكم تفاصيل النشرة. في بيانه هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، وجاء بنص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة قيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم. ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق محفل التكريس السنوي لجنود مريم بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية، والتفاصيل في سياق التقرير التالي. ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك محفل التكريس السنوي لجنود مريم، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية يوم الجمعة الموافق 17 من شهر مارس لهذا العام. جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، والأب يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة، والأب يوسف محارب راعي كنيسة سان ميشيل، والأب أنطونيوس خليل. بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث أعطى الأب البطريرك كلمة العظة قائلاً: لا حاجة لنا في إهدار الوقت من أجل الصراع عمن هو الأول، فكما سأل التلاميذ المسيح سابقاً من هو الأول بيننا، فأجاب: هو من يخدم، كما قال المسيح عن ذاته: أنا بينكم كالذي يخدم. وهذا هو أساس الكنيسة والسنودس أيضاً، فالشركة هي جوهر الكنيسة، والمشاركة أسلوبها، والرسالة هي ما جاءت من أجله. المسيح حط هذه الروح: كما أرسلني الآب هكذا أنا أرسلكم. أنتم اللي بتشهدوا ليا، والشهادة قبل ما تكون باللسان هي شهادة حياة. فإذا شركة، مشاركة، رسالة، أو من أجل تحقيق الرسالة اللي هي الشهادة للمسيح ونشر ملكوت الله. تضمن الاحتفال أيضا تجديد الوعد المريمي. احنا عارفين انه الشعار بتاعنا إلى يسوع بواسطة مريم، فاحنا النهاردة بنجدد وعودنا وبنتحد مع مريم ان احنا فعلا نكون على مثالها في توصيل رسالة ابنها، طبعا لخدمة الكنيسة وخدمة النفوس، ده الأساس. واحنا متحدين، احنا بنشتغل تحت السلطة الكنسية، يعني احنا بنعمل مع الكنيسة عشان كمان نوصل الرسالة. واحد طبعا حياته هي جنود مريم، ولما هم حتى اتصلوا بيا وبعتوا لي قلت لهم ما اقدرش اي حاجة تبع جنود مريم، ما اقدرش اتأخر عليها، وبدعي لهم يا رب دايما كده يبقى كل سنة المحفل اكبر وعدد جنود مريم يزيد والخدمة تزيد، لان احنا طبعا خلاص احنا اجيال قديمة، لكن طبعا انا سعيد جدا ان في اجيال جديدة طالعة، والعذراء طبعا هي اللي بتمد ايديها وماسكة كل اعضائها، وبتمنى لهم التوفيق دايما يا رب وكل سنة وانتم طيبين. احنا المجلس المسؤول عن جنود مريم في اسكندرية بنتابع 10 فرق من فرق البالغين، وكمان بنتابع مجلس سيدة الشباب، هو المجلس المسؤول عن الأجبال في اسكندرية، عدد فرق الأجبال برضو 5 فرق تقريبا، عدد الأعضاء البالغين حوالي من 105 ل 110، عدد الأعضاء الأجبال من حوالي 50 ل 65،
احنا من اهم اهدافنا هو تقديس الذات وتقديس الاخرين. من اهم اعمالنا ان احنا لازم نكون الذراع الايمن للكاهن جوه الرعايه جوه الكنيسه. بنقوم بزيارات للرعايه، وكمان بنقوم بزيارات لبره الكنيسه متمثله في الملاجئ في المستشفيات في كل حد محتاج للخدمه. ترأس في 24 من الشهر الجاري غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك صلاة ضرب الصليب، وذلك بدير الراعي الصالح بشبرا. جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الأسرة بالإبرشية البطريركية بمشاركة القمص فرانسيس مراد مسؤول اللجنة والأب جورج جميل والأب ميشيل ألفي والأخوات الراهبات وأبناء مختلف الكنائس. وألقى الأب البطريرك عزة ضرب الصليب معبراً عن سعادته بتواجده وسط أبنائه ومشاركته في الصلاة. وقامت مجموعة حورس الكشفية بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بعزف المرش الكشفي في بداية صلاة ضرب الصليب التي تضمنت أيضاً باقة من الترانيم الروحية. ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الحفل السنوي لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري، وذلك في 23 من مارس الجاري بمدرسة سان فانسان دي بول بالعباسية. بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها الأب البطريرك، حيث قام غبطته بتسليم شهادات التخرج لخريجي برنامج إعداد القادة الذي أقامته الجمعية عام 2022 تحت رعاية مكتب الأنشطة الرسولية بمشاركة العديد من كنائس الإبرشية البطريركية. تضمن الاحتفال أيضاً كلمة من الأخت أميرة مديرة المدرسة رحبت فيها بجميع المشاركين، كما قدم السيد ماهر فوكي رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة حول نشاط الجمعية وروحانيتها ومنهجها التكويني. وفي كلمته تحدث القمص أغسطينوس موريس مرشد الجمعية حول الشباب والعائلة، ثم كرم غبطة البطريرك بعض عائلات الجمعية بمناسبة عيد الأسرة. وتم أيضاً تكريم الكاتب السياسي السيد إميل أمين الصحفي وعضو الجمعية الذي تكلم عن ذكرياته في الجمعية وكيف أسهمت في تكوينه، واختتم الحفل بعرض مسرحي بعنوان علاقات خطرة. ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك محفل التكريس السنوي لجنود مريم، وذلك بمدرسة الفرير بالظاهر. ولمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير. ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك محفل التكريس السنوي لجنود مريم بالقاهرة، وذلك بمدرسة دلاسال الفرير بالظاهر. شارك في الحفل الأب هدية تامر المرشد الروحي للمجلس الإقليمي لجنود مريم، مريم ملكة العالم، وبعض الأباء الكهنة والأخوات الراهبات. شارك أيضاً الأخ كامل حلمي والأخ ماجد فوزي مسؤول المجلس الإقليمي لجنود مريم وعدد من مسؤولي وضباط وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المذبحة الوردية أعقبها صلاة القداس الإلهي. وتحدث الأب البطريرك في كلمة العظة حول محفل التكريس السنوي لجنود مريم، وأشار غبطته إلى أن الكنيسة هي أبناء الله المعمدين، مؤكداً أهمية احتفال اليوم الذي لا يعتبر مجرد احتفالاً عادياً بل يعتبر استكمالاً لمسيرة الكنيسة. كما أوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الخدمة هي تسليم وتسلم. وفي نهاية الذبيحة الإلهية أهدى المجلس الإقليمي لجنود مريم تمثال الراعي الصالح إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق احتفاءً بالعيد العاشر للتنصيب البطريركي له. تضمن الاحتفال أيضاً تكريم غبطة البطريرك لبعض الشخصيات التي كان لها دور كبير في خدمة جنود مريم. ثم ترأس صاحب الغبطة تجديد الوعد المريمي بمشاركة الأباء الكهنة وجميع الحاضرين. واختتم محفل التكريس السنوي لجنود مريم لهذا العام بتطواف احتفالي بتمثال أمنا مريم العذراء. تفقد غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأحوال الرعوية لكنيسة السيدة العذراء بشبرا. وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي احتفالاً بعيد القديس يوسف البتول بمشاركة الأب ميشيل ألفي راعي الكنيسة. وألقى الأب البطريرك عزة القداس معبراً عن سعادته بهذه الزيارة الرعوية. وأكد غبطته أهمية التنشئة على كلمة الله، مشيراً إلى أن المعمدين هم من يقوموا بتكوين الكنيسة. كما أوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك ضرورة الاهتمام بالتعليم المسيحي للشباب الصغير الذي يعتبر عنصراً أساسياً في مسيرة الكنيسة.
واختتم غبطة البطريرك كلمة العظة بالحديث عن بعض المحطات في لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية. وفي نهاية الذبيحة الإلهية قدم الأب ميشيل هدية تذكارية لصاحب الغبطة باسم شعب الكنيسة احتفاء بالعيد العاشر لتنصيب البطريركي له وتجليس غبطته بطريركا على كرسي الإسكندرية للأقباط الكاثوليك. تضمن القداس الإلهي أيضا الاحتفال بعدد من الأزواج والزوجات أعضاء اجتماعي أسرة القديس يوسف للكبار ورواد فرح وعطاء الذين أتموا 25 عاما فأكثر من الزواج. كما قدم الأب الراعي الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الاحتفال، كذلك تم تكريم الأم المثالية والأب المثالي من أبناء الرعية لهذا العام، حيث أهدى الأب والبطريرك الدروع التذكارية لجميع المحتفى بهم مقدما لهم كلمات التشجيع والتعزيز من أجل استكمال رسالتهم المقدسة، كما هنأهم بعيد القديس يوسف البتول. ترأس في 21 من الشهر الجاري السفير البابوي بمصر صلاة القداس الإلهي احتفالاً بالعيد العاشر لتنصيب قداسة البابا فرانسيس، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى بالإسكندرية. فلنتابع. ترأس سيادة رئيس الأساقفة نيكولاس هنري السفير البابوي بمصر صلاة القداس الإلهي احتفالاً بالعيد العاشر لتنصيب قداسة البابا فرانسيس، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى بالإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مارس لهذا العام. شارك في الصلاة والاحتفال سيادة المطران كريكو أغوستينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب بطرس جوزيف راعي الكاتدرائية. شارك أيضاً عدد من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وممثلو بيت العائلة المصرية. وفي كلمته رحب السفير البابوي بمصر بجميع الحاضرين مقدماً لهم كلمات الشكر. طبعاً النهاردة هو حدث مهم في تاريخ الكنيسة، النهاردة الذكرى العاشرة لتجليس البابا فرانسيس على كرسي روما. طبعا النهاردة في زي ما شفنا في احتفال، حضروا سفير الفاتيكان وحضروا مطران اللاتين في مصر وبعض المطارنة وكتير من الآباء وكتير من الشخصيات الدبلوماسية اللي كانت موجودة. الجميل في النهاردة ان انت بتشعر بالتفاف الجميع كلهم حوالين بعض في هذا الحدث. ان شاء الله يكون هذا اليوم هو بركة للجميع وكل سنة والطيبين. شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السورياني، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للسوريان الأرثوذكس في ضيافة الأب فيليبوس عيسى. مثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة سيادة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وسيادة المطران مار إفرام إلي وردة مطران إبرشية القاهرة والنائب البطريركي على السودان للسوريان الكاثوليك، وسيادة الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر. استضاف الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر أعضاء اللجنة الأسقفية للشباب برئاسة نيافة الأنبا توما حبيب مطران إبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك والمختصة بالإعداد للمشاركة في لقاء الشباب العالمي بلشبونة الصيف المقبل. جاء ذلك بحضور وفد من سفارة البرتغال للإجابة على كل الأسئلة الخاصة في الأمور العملية التي ستسهل أمور السفر. ترأس سيادة المطران جان ماري شامي احتفال عيد البشارة، وذلك في 24 من مارس الجاري بكنيسة سيدة البشارة بطنطا، ولمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. ترأى
رأس سيادة المطران جان ماري شامي النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان قداس عيد البشارة، وذلك بكنيسة سيدة البشارة بطنطا يوم الجمعة الموافق 24 من شهر مارس لهذا العام. جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح راعي كنيسة سيدة البشارة بشبرا والوكيل البطريركي بالقاهرة والإيكونوموس رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة والأب رامز كليني. شارك أيضا الأب مكاريوس جويش راعي كنيسة سيدة النياح بالمنصورة والأب سموئيل جرجس راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس للأقباط الكاثوليك بطنطا. حضر أيضا سيادة المتروبوليت نيكولا أنطونيو متروبوليت طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس والأرشمندريت فيكتور فانوس راعي كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بطنطا. كذلك شارك عدد من الأخوات الراهبات وأبناء رعايا الروم الكاثوليك بالقاهرة والإسكندرية، حيث أشرفت على التنظيم اللوجستي للقداس الإلهي كشافة وادي النيل المجموعة السابعة. كما أعطى سيادة المطران كلمة العظة بعنوان البساطة والتواضع والخدمة. التقى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران وإبرشية طيبة للأقباط الكاثوليك الشباب الجماعي أسرة سانتا سابينا بكونا. دار موضوع اللقاء حول المعنى الحقيقي للصوم وأهميته في حياتنا والهدف منه وما موقف الشباب اليوم من الصوم. وأصغى صاحب النيافة لفكر الشباب ودعاهم للتمييز بين ما هو شكلي وجوهري بالإضافة إلى لما يدعون الوحي الإلهي حيث لا مساس به وما هو بشري قابل للتجديد والتغيير. وشجع راعي الإبرشية الشباب أيضاً لإقامة لقاءات مشتركة بين الأسر الجامعية الثلاث بالإبرشية أسوان والأقصر وقنا. اجتمع نيافة الأنبا توما حبيب مطران إبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بمجمع كهنة الإبرشية وذلك بدار المطرانية. حضر اللقاء نيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفي للإبرشية. بدأ الاجتماع بالصلاة والتأمل مع الأب إيليا فرانسيس راعي كنيسة سيدة الوردية ببويد بأسيوط. والجدير بالذكر أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الأمور منها ما يتعلق بالأعياد الفصحية. ترأس نيافة الأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية البطريركية اليوم الخامس من السلسلة الثانية لاجتماعات الشباب وأبونا المطران أيام الخلق وذلك بكنيسة عذراء السجود بشبرا. شارك في اللقاء الأب جورج جميل راعي الكنيسة والأب فرانسيس وحيد مسؤول خدمة الشباب بالإبرشية البطريركية وعدد من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وشباب الإبرشية. بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة السينودس المقدس مع الأب جورج جميل، ثم رحب الأب جورج سامي منشط الدعوات بالقاهرة والدلتا بالشباب ودعاهم لعيش السعادة مع الكلمة وبالكلمة. وأعطى الأب المطران الكلمة حول أحداث اليوم الخامس من أيام الخلق السبع مختتماً اللقاء بزياحة القربان المقدس، ثم نظم فريق CSC بعض الألعاب الهادفة لخدمة الاجتماع. التقى نيافة الأنبا بشارة جودة مطران وإبرشية أبو كرقاس وملوي ودرمواس للأقباط الكاثوليك كهنة الإبرشية وذلك بمقر المطرانية. بدأ اللقاء بالصلاة ثم تحدث نيافة المطران في كلمته الروحية انطلاقاً من الرسالة الرعوية فلنبدأ يا إخوتي بالعمل معاً، كما تم مناقشة بعض الأمور المختلفة بالإضافة إلى عرض الأنشطة الخاصة بالعمل الإبرشي. نظمت الرهبانة الفرنسيسكانية مسابقة لطلاب مدارسها وذلك في 22 من الشهر الجاري بكنيسة القلب المقدس بالإبراهيمية بمشاركة بعض الأباء الكهنة ومن خلال الفقرات المتنوعة. وإليكم هذا التقرير. نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية مسابقة لطلاب مدارسها بعنوان فرانسيسكانز جات تالنت وذلك بكنيسة القلب المقدس بالإبراهيمية يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر مارس لهذا العام. جاء ذلك تحت رعاية الأب لوكاس حلمي راعي الكنيسة وبمشاركة الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما والأب مخلص مصري راعي كنيسة سيدة الوردية والممثلة مادلين طبر. تناول الحفل الفقرات التنافسية بين الطلاب وتأهيل مجموعة منهم للحفل النهائي. وجود الرهبان الفرنسيسكان هو دور تنويري، دور يلقي الضوء على حاجات تفتح الدماغ وتنظف القلب. ما فيش فنان بيعزف ولا بيقول شعر ولا هو وصغير في المدرسة زي ما انتوا بتعملين دلوقتي المسابقة احتمال انه يطلع
منه إرهابي. فإذا نحن بنغسل من عد الأطفال بنغسل قلوبهم وعقلهم علشان يطلعوا ناس مستنيرين محبين لكل ما هو مفيد لمجتمعهم. وهو الدور الأهم ده. الفن ده مش حاجة بسيطة، مش هو مجرد تسلية، والتسلية مش غلط، يعني التسلية حاجة مهمة وكبيرة، لكن هي تنويرية. احنا للأسف بقالنا أكتر من 25 سنة غرقانين. لا شك انه التسلية مش حاجة سهلة، يعني هو اصلا لما تم اختراع السينما كان بعد الحرب العالمية كان عشان يسلوا الناس عن الوجع، بس احنا للأسف بقالنا اكتر من 35 سنة غرقانين في كم من العنف والارهاب وجرائم ما كناش حاسين خالص انه الجرائم دي موجودة اصلا في التاريخ، في توحش عند الناس. فما فيش حل قدامنا غير العلم اولا، التربية ثانياً، يعني المدارس والبيوت، وثالثاً الفن اللي هو بيسمونه القوى الناعمة. في مدرسة الآباء فرانسيسكان سيدي باشا اخترت القصيدة دي عشان أخلي الناس تحس بالناس ذو الاحتياجات الخاصة اللي مش بيشوفوا. قصيدتي بعنوان أنت طفل ضرير للكاتب طه حسين. يا أمي يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها الأثر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إبرشية تلمينيا للأقباط الكاثوليك الرياضة الروحية لكهنة الإبرشية، وذلك بدار الضيافة التابع للمطرانية. بدأت الرياضة الروحية بالقداس الإلهي الذي ترأسه صاحب النيافة، وأعطى راعي الإبرشية كلمة روحية لأبنائه الكهنة، كما استلم الأنبا باسيليوس تقاريراً من اللجان الإبرشية المختلفة عما تم تنفيذه، بالإضافة إلى محاضرة قدمتها الأخت مريم عبد الملاك بعنوان كيفية التعامل مع الشباب، كذلك وضع التوصيات الرعوية وأليات العمل خلال الفترة المقبلة من قبل راعي الإبرشية. شهد نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إبرشية أسيوط للأقباط الكاثوليك احتفال مركز العائلة المقدسة للزواج والعائلة التابع لمعهد المشورة بتخريج الدفعة 48 من أبناء الإبرشية المقبلين على الزواج، وذلك في 24 من الشهر الجاري. جاء ذلك بحضور الأب يوساب مهني مدير المعهد ومسؤول المركز، مؤكداً أهمية مشاركة أبناء كنائس الإبرشية في دورات إعداد المخطوبين لتأهيلهم روحياً وعلمياً لنوال سر الزواج وتكوين عائلات صالحة في خدمة الكنيسة والمجتمع. تم تنظيم يوم تكويني لبعض خدام فرح وعطاء بالقاهرة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالشربية، بمشاركة مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإبرشية البطريركية. تضمن اللقاء محاضرة قدمها الأب عماد كميل العزري بعنوان روحانية الخدمة، كما تمت مناقشة سبل الاستعداد والمشاركة في المهرجان الإبرشي الجديد. واستكمل اليوم التكويني بصلاة ضرب الصليب بكنيسة القديسة تريزا بالشربية، بمشاركة الأب متى عبد المسيح راعي الكنيسة، والأب يوحنا سعد راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، الذي قدم عزة الصلاة حول الابن الضال، بالإضافة إلى بعض الترانيم الروحية بقيادة كورال العذراء والأم تريزا بعزبة النخل. استكملت سلسلة اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بكوبري القبة، حيث شارك في اللقاء الأب يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإبرشية البطريركية. وألقى الأب يوسف عبد النور اليسوعي الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر محاضرة اليوم بعنوان كيف نتأمل في الكتاب المقدس. الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تقام مرتين شهرياً. شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في احتفال لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر بعيد الأم، وذلك بمقر نادي HOC التابع لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الجديدة. ومثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة الأخت جانات من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، والسيدة ميري يونان الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، والسيدة سهام جمال الخادمة بكنيسة السيدة العذراء بشبرا. حضر الاحتفال القس يشوع يعقوب بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والسيدة فيفيان ظريفة مسؤولة لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر وأعضاء اللجنة. بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها بعض الكلمات من مختلف الحضور،
كما تم الاستماع إلى عدد من شهادات الحياة من قبل المكرمات، وانتهى الاحتفال بتكريم الشخصيات المختارة ومنهم بعض الشخصيات الكاثوليكية. الكنائس الكاثوليكية بمصر على مر العصور دائماً ما تمتاز بعدد من الصفات الفريدة مثل التاريخ الكنسي العريق والأنشطة الرعوية والخدمات المتنوعة وغيرها من الصفات الأخرى. ولمزيد من المعلومات دعونا نشاهد سوياً التقرير التالي من كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية، والذي أعدته لنا زميلتنا مادلين مجدي، فلنتابع. كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بإسكندرية عمرها أكتر من 85 سنة، وبتتميز بطرازها القبطي المعماري منذ نشأتها، وبسبب تمثالها المميز لشفيعتها كانت علامة مضيئة لأهالي المنطقة. تعالوا مع بعض ناخدكم في جولة ونعرف تفاصيل أكتر عن الكنيسة، تابعونا. بنيت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية عام 1934 على يد مؤسسها الأول القمص بولس بشاي، مروراً بالقمص سمعان خلة، ووصولاً إلى الأب ميشيل شفيق الراعي الحالي للكنيسة. حابين كمان نتكلم عن هذه الكنيسة، إن هي زي كل الرعاية بتاعتنا فيها الأنشطة المعروفة العادية، مش بنكرر الكلام، ولكن في عندنا حاجات تميز كنيستنا بالظبط. لكن من ناحية التاريخية المعمارية، الكنيسة اللي قدام حضراتكم مش هي الكنيسة القديمة، لكن حصل عمرة شاملة، نقول شبه شاملة، سنة 2009. العمرة الموجودة قدام حضراتكم اللي بتمتاز بيها الكنيسة فيما يعرف بالسقف المقلوب أو السقف المعلق، واللي بتتميز به كنيستنا عن كنائس أقباط كاثوليك كثيرة جدا. هذه الكنيسة في أثناء العمرة كان في قصد خاص جدا من الآباء الكهنة الموجودين هنا، نذكر بالذكر أبونا بيشوي عبد المسيح، سابوا المعمودية اللي هي أصلا قديمة جدا، وهي تعتبر من أقدم أجران المعمودية في الأسكندرية على الإطلاق، واللي اتعمد فيها قرابة 3400 معمد بحسب السجلات الموجودة عندنا. تحتوي الكنيسة أيضاً على 3 مذابح مرفقة بالمذبح الرئيسي، الأول للقديسة ريتا، والثاني للقديسة تريزا، والثالث للقديس أنطونيوس البدواني. تخدم الكنيسة شعبها من خلال الأنشطة الرعوية، وأبرزها جمعية نهضة الشمامسة والتي يرجع تاريخها إلى عام 1944، وهي من أقدم الجمعيات المشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذه الجمعية قامت بتخريج كل شمامسة الإسكندرية والبحيرة أيضاً، هي المفرخة الحقيقية والمنتج الأول للشمامسة، وما زالت شمامسة غيط العنب لحد النهاردة كل أسبوع بيكون عندنا درسين ألحان للشمامسة الكبار واحد، وللشمامسة الصغيرين درس تاني. جمعية نهضة الشمامسة ليها مبنى خاص بيها، خرجت زي ما قلت أشخاص كثيرين انتشروا في كل رعاية الإسكندرية. من الأنشطة اللي بتهتم بيها أيضاً الكنيسة جمعية القديسة تريزا حضانة ودفن موتى، وهي الجمعية الوحيدة الموجودة على كل كنائس الأباط الكاثوليك في الأسكندرية، خاصة المنوطة بهذا العمل وهو دفن الموتى. كمان عندنا في الكنيسة هوت في تمثال يسوع اللي هو منزل من على الصليب في المرحلة 13، أنزلوا يسوع المسيح ووضعوه في حجر العذراء مريم. فهذا التمثال كان مهمل في يوم من الأيام من سنين قديمة جدا، يعني هذا التمثال عمره يصل إلى 80 سنة، وكان مركون وكان مشوه، لكن في عهد أبونا ألفونس عبيد أنزلوا هذا التمثال وضلوا بعض الرتوش الفنية عشان بيستخدم كتقليد أساسي في هذه الكنيسة يوم الجمعة العظيمة. يوم الجمعة العظيمة في هذه الكنيسة له باع وله قيمة مهمة جدا، فالتمثال ده بيكون محطوط في الجلجوسة قدام الهيكل عشان الناس بتجيب كل التقادم كل التبرعات بتاعتها وتحطها مع الورد حوالين هذا التمثال.
وزي ما شفنا مع بعض الكنيسة بتحتوي على كتير من الأنشطة والخدمات، ولكنها تميزت بشكل خاص بتكوين الشمامسة. لو عايزين تعرفوا أكتر عن كنيستنا الكاثوليكية تابعونا على نشرة مصر في أسبوع على شاشة نرسان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وفي الختام نذكركم بأبرز العناوين: بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في لقاء الكنائس المسيحية ذات التراث السورياني. بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة العذراء بشبرا ويحتفل بعيد القديس يوسف البتول. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.